وني خواتي، صباح الخير عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في قناه التحدي. هاد الصباح هذا جيت نهضر من بعد ما شفت الحلقه البارح ديال السي المهداوي، وفي الصراحه يعني عجبني الموضوع ولقيت باللي بزاف ديال المسائل نقدر نزيدها. انا كاين شي حوايج ما قدرش يهضر عليها السي المهداوي. انا فاهم الوضع في المغرب كي داير، وهاد الناس هادو والله العظيم الا كيرغموا الانسان على انه يوصل ابعد الحدود وما كيخليوش عباد الله تسكت. حيت داك الخروج اللي خرج به عزيزه خنوش في البرلمان يعني يندله الجبين، وحق الله العظيم الى عيب عيب واحد بحال هذا كيسمي راسو رئيس حكومه ويقول لك سيدي انا مسؤول ديال دوله عندها 12 قرن. حشومه عيب. من الطريقه باش كيهضر، طريقه ديال واحد النوع من البلطجه السياسيه، واحد النوع من تخرج العينين اللي ما عمروش شفنا بحالو في تاريخ المغرب. دازوا ناس محترمين، دازوا ناس على مستوى عالي في السياسه وفي التسيير، ما عمروش شفنا هذا العجب. هذا السيد هذا ما فهمناش شنو المنطق اللي كيفكر به وكيفاش كتبان له الامور. ربما هو راه عايش واحد العالم بوحدو كتبان له الامور انها كلها مزيانه، الامور كل شيء غادي مزيان، على انه كان واحد من انجح الناس اللي دازوا في تاريخ المغرب، وهو العكس تماما. لان الا شفنا فاش كان كيهضر على السيادة الغذائية كيستعمل بعض المفردات كبيرة عليه وكبيرة على هادشي اللي وصل له. السيادة الغذائية بعدا نهضروا على الاكتفاء الذاتي بعدا ولو، حيت كاين جوج ديال المفاهيم، كاين الاكتفاء الذاتي وكاين السيادة الغذائية. الاكتفاء الذاتي بحال انت مثلا شي فلاح عندك واحد الارض زرع فيها بطاطا، بصلة، مطيشة، الفلفلة، كتاخذ من هذاك الشيء ما كتجيب والو من السوق، يعني كتمشي تجيب شوية الزيت شوية ديال العطرية وانت عايش. هذا نقدروا نسميوه اكتفاء ذاتي. اما الحاله ديال المغرب وحتى الاكتفاء الذاتي ما كاينش. فاش ان دوله كتجيب الزرع، القمح كتجيبو من برا، الاسمده، وانت منتج الفضيحه على انك منتج اكبر منتج للفوسفات وكتحكم في الغذاء العالمي ومازال كتستورد الاسمده، راه عيب. كتستورد الزريعه ديال كامله من اسرائيل، مطيشه، بطاطا، اي زريعه كما بغات تكون. دابا حاليا ولات كتجي من اسرائيل، ما عندناش زريعه ديالنا هنا. الدلاح، زريعه الدلاح كتجيبها من اسرائيل، كلشي كتجيبو من اسرائيل. زيد سيدي العلف كتجيبو من برا، الذرة كتجيبها من برا. شنو كتنتج؟ بغيت انا غير نعرف المغرب شنو كينتج باش نقولوا عليه دوله ذات سياده غذائيه. فلهذا هاد المفاهيم هادي فاش كتقول السياده الغذائيه يعني انت راك عندك داكشي اللي بغيتي والباقي كتصدر. المغرب كيصدر، كيصدر لافوكا، كيصدر مطيشه، شنو كيصدر اخر باش تدافع على صحابك اللي جبتيهم وهلكوا الفرشات المائيه باش يصيفطوا للعالم لافوكا؟ كتقول لهم سياده غذائيه، زعما حنا كنصدروا. شنو كنصدروا؟ مطيشه ولافوكا راه ما كافيينش. الليمون خلاص، المندرين راه كنصدروه منذ عقود طويله. اش كيصدر المغرب؟ كضحك على الناس. تعيا ما تكذب، تعيا ما تخبع في الحقائق. راه كتجي تكذب 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 تكذب، في التالي كتلقى في الدوره كيتسناك عزيز غريب بالارقام. الى اين عزيز غريب؟ عزيز غريب راه كتلقاه كيتسناك وكيعطيك كلشي بالديتاي. ها شنو درنا شنو درنا شنو درنا؟ مشروع فاشل، المخطط الاخضر فاشل. والخطير في الامر على انك كتزيد تقحم المؤسسه الملكيه، وهذوك كينوضوا تا كيصفقوا، ما عارفينش باللي راك كتغرق معاك الملك وراك كتحطو كجوكر خاسر. الا كان الملك متفق كيف ما قلتي على المخطط الاخضر، سيتادير حتى هو متفق على خراب البلاد ومتفق على خراب الزراعه ومتفق على خراب الفلاحه المغربيه، يعني بمباركه منه. والا ما كانوش هذوك فهموها، حنا غنفهموها للشعب. عزيز خنوش خرج كيقول لك على ان المخطط الاخضر الملك كان موافق عليه 100%. واش الملك وافق عليه فاش عطيتيه له في الاول، ولا وافق على النتائج ديالو؟ حيت كاين فرق. تقدر تجي تكون بقيتي كتنفخ عليه كتنفخ عليه حتى سنى لك على داك الشيء وقال لك انا موافق سير الله يسخر، ولكن ما موافقش على هذا الشيء اللي واقع دابا. فواش الملكيه موافقه على هذه النتائج هذه؟ الا كانت الملكيه موافقه على هذه النتائج هذه فهذه حاجه كارثيه.
تبين على ان العائله الملكيه اي حاجه كتخرب البلاد هي كتزيد دعمها. انا راه ولا عندكم واحد على ما كيبان لي انا، حيت فاش شتري الناس اللي كيسيروا الجلسه ديال البرلمان بان لي على ان هناك ماشي غير تطبيع مع مع مع, مع الصهاينه، كاين تطبيع حتى مع الفساد، حيت كاين شي وحدين محطوطين تما الفوق ما عرفش كيديروا، عندهم اختلاسات عندهم ومازال كاينين في البرلمان يا وليدي. نط المعارضه كتقول لك اودي شنو هادشي اللي درتو في هادشي ديال المحروقات، دغيا قلبتي النقاش، علاش ما دخلتيش المؤسسه الملكيه باش حتى هما عاود كذلك يصفقوا لك ويخاف. دابا وليتي كدير واحد المساله ديال ان المؤسسه الملكيه ولات عندك بحال شي بوعو كتجبدو لشي دري صغير كتقول له عندك دير هادي راه بوعو، باش كلشي يخاف وكلشي يدخل سوق جواه وانت دير ما بغيتي. هادشي اللي ما قدرش يقولوا للمهداوي انا كنقول لكم دابا. الى اين فين فاش جبدوا لك المحروقات وطلعتي وليتي كتهضر على الفحم؟ شنو دخل الفحم في المحروقات؟ المحروقات حتى الفحم محروقات، ولكن شنو دخلوا؟ حنا كنهضروا على الاختلاسات، على انك شريتي بثمن ناقص وبعتيه للمغاربه بالغلا، وليتي كتبدل الحوار وكتقول لهم الدول حقها باش تبيع المنتوج ديالها، المنتوج ما المنتوج دخلتي شويه الابناك وليتي كتدخل وتخرج في الهضره. اش هذا المستوى ديال المرض؟ اش هذا المستوى ديال واحد قاري في كندا؟ راك درتي الشوهه وشوهتي الناس اللي قراو في كندا. الى كان الناس بحالك انت قارين في اليونيفرسيتي ديال شيربروك وكيسيروا الدوله بهذه الطريقه هذه، راه ما بقى شيء، راه 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 الجنازه جنازه دوله ماشي جنازه رجل. الى اين هاد العبث؟ حتى لين ويعجبوك هادوك ينوضوا يخرجوا يبقاو يصفقوا وانت كتخرج عينيك فيهم وكتخوف فيهم وكتخلع فيهم. بقالك غير تزقر، بقالك غير تجبد شي مسطره وتقول لهم راه انا اللي قرب لي غادي نشرط والدي. هادشي اللي بقالك، وصلتي لهذا المستوى ديال التشرميل السياسي. طريقة الكلام ديالك توحي انك واحد في شي منطقة في الدار البيضاء ديال التقطاع وخارج كتقول لهم شكون يقرب لي انا. هذا هو التشرميل السياسي، مابقاش عند والديكم مستوى، هبطتو نزلتو ومازال الناس كتصفق عليك. ولكن انا لا ألوم من يصفق لك في ديك القبة المحترمة، لان اغلب الناس اللي في القبه المحترمه ما عندهم حتى الشهاده للاسف، والناس اللي منتخبه اغلبها عاطيها الفلوس وشاريها الاصوات، والناس اللي منتخبه فقط صوت عليها ما كاملش 45% من الشعب المغربي، يعني لا تمثلوا المغرب. وا 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 راه نجي نبقى نهضر راه ماغاديش نسالي، ولكن انا عندي ما يدار نمشي نشوف شغلي، حيت نتوما سوقكم خاوي وشغلكم خاوي وخدامين كتسرقوا في داك الشعب، ولكن حتى الشعب مسؤول وحتى الشعب يساهم، والامم الميته طبعا غيكون عندها ناس بحالك. تحياتي للمعتقلين السياسيين وطاب يومكم.